أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني إنجازات وطنية، وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي بضيف حلقة اليوم المحامي والكاتب السياسي محمد الصليحي. بداية مساء الخير. مساء الخير، نورنا طبعاً عبر قناة وسات. سلام. بداية أستاذ محمد، بنحب نعرف أستاذ المشاهدين بحضرتك أكثر، نتحدث عن بداية حياتك العلمية والعملية، حدثنا أكثر، تفضل. شكرا. يعني الحديث عن النص دائما يعني بيكون في نوع من الإحراج. أنا خريج جامعة محمد الخامس بالرباط، كلية الحقوق في سنة 78، مجاز في المحاماة من عام 1980-81 لغاية الآن. يعني عملت في مع كبار المحامين، مع الدكتور حنان الدين، مع المحامي أحمد خليل، يعني مسيرة طويلة من العمل القانوني. عملت عدة سنوات مستشار قانوني لأمين عمان ومدير الشؤون القانونية في أمانة عمان أيضا. الآن ممارس مهنة المحاماة. كنت أكتب عمود صحفي يومي في جريدة الرأي وفي جريدة الدستور وفي العرب اليوم أيضا، كنت أكتب عمود يومي فيها. نعم. والآن العمل الأساسي هو المحاماة طبعا. نعم. نتحدث عن تأسيس المكتب أستاذ محمد، متى تم؟ يعني المكتب يعني ننتقل من مكان إلى مكان طبعاً، بس المكتب من سنة 1981. نعم. المكتب. اليوم الآن فوت بالخدمات، نفوت أكثر بنفس القطاع، نتحدث عن سبب بطء الإجراءات في المحاكم، نتحدث نفوت أكثر بالتفاصيل بحيث نعرف السادة المشاهدين، حدثنا أكثر، تفضل. يعني كل الناس بيحكوا بيقولوا صار عنده مثلا انه بدك تموت حقوق لك، روح يرفع فيها دعوه في المحكمه بسبب بطء الاجراءات القضائيه داخل المحاكم. الحقيقه الناس دائما بيلقوا باللوم على القضاه، على المحاكم. القضيه مش قضيه قضاه ومحاكم بقدر ما هي قضيه الخدمات اللوجستيه للمحاكم. بمعنى اخر يعني المحاكم تشكو من ضعف تعاون مؤسسات الدوله معها. مؤسسات الدولة لا تستجيب لطلبات المحاكم في قضايا متعددة. في المحاكم بيكون مطلوب شاهد في قضية، متوقف على شاهد، الشاهد بيكون موظف في وزارة العمل، موظف في وزارة الداخلية، بيقعد 6 شهور الشاهد حتى يجي. بيكون الشاهد أحيانا في بعض الإجراءات رجل من رجال الشرطة عمل ضبط في جريمة، مطلوب شاهد، لا يمكن فصل القضية إلا بوجود هذا الشاهد، لا يتم تبليغ الشاهد، الشاهد ما بيجي بيقعد 6 شهور. في قضايا حوادث السير بكون رقيب السير لازم يجي شاهد، رقيب السير ما بيجي من سنة أحيانا ما بيجي رقيب السير. نعم. بتضل القضايا معلقة، ما فيش إجراءات تبليغ الشهود، ما فيش إجراءات جلب الشهود، ما فيش إجراءات لتغريم الشاهد الذي يتبلغ وما بيجي بحضر، ما بيعاقبه في المحاكم. هذا سبب بيؤدي إلى تعطيل حقوق الناس وتعطيلها، بالإضافة لأنه التشريعات نفسها، القوانين نفسها، القوانين في المحاكم بطيئة جدا أيضا، هذا يؤدي إلى تعطيل. يعني هذا موضوع يحتاج إلى حلقة، إلى ساعة كاملة لشرحه بالتفصيل أكثر من هيك. نعم نعم. نتحدث الآن محامي محمد، يعني نتحدث عن الحلول من وجهة نظرك، إيش تقترح حلول؟ الحلول يعني كنا نعاني في السابق أنه حتى تبلغ شاهد لا يوجد في المملكة عناوين واضحة. نعم. يعني بتسأل المواطن وين ساكن، بقول لك ساكن في المكان الفلاني قرب المسجد قرب كذا، شو اسم شارعك؟ لا يحفظ اسم الشارع. ما في نظام للترقيم والعناوين مفعل ومطبق للمحاكم. الآن أصبح النظام جديد، يعني من سنة فقط صار في تفعيل لقضية العناوين. لما تعمل هوية في الأحوال المدنية صار بدك تحط العنوان، العنوان الذي يذكر في الأحوال المدنية هو العنوان المطلوب للتبليغ. الآن سيصبح التبليغات أسرع، يعني نحتاج إلى 2 سنين حتى نفعل نظام التبليغات بسرعة. هذا سيؤدي إلى اختصار وقت المحاكم، وقت القضايا إلى النصف على الأقل إن شاء الله. نعم إن شاء الله. نتحدث الآن عن المرافق والخدمات داخل المحكمة، حدثنا أكثر، تفضل. المرافق المحاكم الأردنية في غالبيتها في وضع مزري جدا، وضع صعب جدا. يعني في مباني المحاكم خاصة في عمان، جنوب شرق غرب عمان، 4 محاكم بداية كلها في ظروف غير صحية، مباني مزدحمة جدا، غرف القضاء ضيقة، يعني لا يتم التقاضي بصورة يعني تتيح إحقاق العدالة في ظروف طبيعية، ظروف إنسانية، ظروف حقيقية. الشهود يعانوا من قضية انتظار طويل في المحكمة حتى يقدم شهادته، المواطنين المراجعين، الخدمات الورقية في المحاكم خدمات ورقية كثيفة جدا
ويمكن الاستغناء عن ثلثيها. يعني ما زلنا متعامل بالورقة، يعني فيش معاملة بدي يعملها مواطن لازم يجي، ولذلك بتلاقي ازدحام مواطنين في المحاكم بسبب الإجراءات الورقية. يجب اختصار الإجراءات الورقية، بعيق الحركة وبيأثر على المواطن وعلى أيضا على المحامي. نتحدث الآن عن القضايا العالقة في المحاكم، أبرز المشاكل اللي بتواجهكم، حدثنا. القضايا العالقة في المحاكم غالبا بتكون قضايا حقوق تتعلق بأراضي أو تتعلق بعقارات، فبتعلق في قضايا التسوية، في قضايا في محكمة التسوية منظورة منذ 30 عام ولم تنتهي القضية، 30 عام، في قضايا عمرها 30 عام في المحاكم. يعني الآن القضايا العالقة أقل بكثير من قبل يعني، لكن في قضايا عالقة لأسباب اللي ذكرتها يعني سابقا، متوقفة على الشهود، متوقفة على التبليغات، بصير قضية بصير وفيات أثناء نظر الدعوة بدك تبلغ الورثة، يعني هذا يعيق ويؤدي إلى قضايا عالقة، لابد بدها حلول تشريعية. نعم. الآن نتحدث عن بطء الإجراءات والتحقيق في المحاكم عند النيابة العامة، شو سببها سعادة المحامي؟ يعني إجراءات التحقيق في المحكمة في جزء كبير منها بتكون بطيئة، إجراءات التحقيق، وأحيانا بيكون في ناس موقوفين بتصير بطء. السبب أنه بيكون في أشخاص مطلوب القبض عليهم لا يتم القبض عليهم بفعالية، يعني جهاز التنفيذ القضائي والاستجابة الشرطية للطلبات النيابة العامة أبطأ منها في محاكم أمن الدولي. نلاحظ في محاكم أمن الدولي يعني لما يطلب شاهد بتتحرك الشرطة وتتحرك الشرطة العسكرية وتتحرك كل الدولة، بيجيبوا الشاهد فورا، بيجيب الشاهد بيخلصوا قضيتهم في شهرين. في القضاء المدني يعني سرعة الاستجابة في قضايا التحقيق صعب جدا، هذا يؤدي أحيانا إلى إلحاق ضرر بأناس بيكونوا موقوفين على حساب القضية، بضل موقوف مدة طويلة، ممكن يطلع بريء فيما بعد، وبيعيق إخلاؤه بالكفالة، بيعيق تسريع إجراءات محاكمته حتى يتبين متهم أو بريء. نعم بالتأكيد. سعادة المحامي، بدنا نتحدث أي مشروع اللي يمر بمشاكل معوقات، سواء محامي مهندس ولا دكتور، حدثنا عن مشاكل المعوقات. المشاكل المعوقات اللي بتواجه المحامين غالبا يعني ما في فهم وتوافق على فهم صحيح بين المواطنين وبين المحامين. في الدول المتقدمة كل أسرة لها محاميها ولها طبيب. نعم. إحنا عندنا لا، يعني صار عنده مشكلة بيختار محامي، يعني حتى اللي بيشتغلوا بالقطاع التجاري والقطاع المالي بيشتغلوا ما بتذكر المحامي إلا لما يكون ورط وغلط وعمل عقود فيها أخطاء، عمل كتب أوراق مالية سندات بكون فيها أخطاء، بتذكر المحامي لاحقا لما يصير في قضية. يعني لما تكبر المشكلة لدور المستشار القانوني للمؤسسي غير مفعل، لأنه السبب في ذلك أنه في مؤسسات التجارية العائلات ما بدهم يدفعوا أتعاب محاماة، ما بدهم يدفعوا مثل بالضبط، يعني مش مستعد يتعاقد مع طبيب يدفعوا له مثلا الطبيب بالشهر 100 دينار يكون طبيب العائلة، ما مش مستعدين. لما يمرض واحد بودوه على الطبيب فقط، وبالتالي النتيجة بدفع أكثر، فما في فهم لهذا. فيش اتفاقات، صعوبة الاتفاق الواضح بين المحامي وبين الموكلين على الأتعاب على كذا، بصير صعوبة في الاتفاق. احيانا بصير صعوبه للمحامي في تحصيل اتعاب المحاماه من الموكلين. نعم. بصير نعم. برضه فيها مشاكل ايضا. نعم ان شاء الله بتنحل المشاكل. ساعات المحامي، ساعات المحامي ان نتحدث، يوجد تعامل بينك وبين نقابه المحامين بشكل واضح؟ طبعا نقابه المحامين بتتابع اعمال المحامين، بتنظر في الشكاوى تقدم لها من المواطنين، بتنظر في الشكاوى اللي بيقدمها المحامين ضد موكلينهم، حتى احيانا بيكون في اتفاقيات اتعاب، في اتعاب غير محدده القيمه النقابة بتحددها وتحكم فيها، ويصبح كأنه حكم قضائي. التعاون وثيق بينه وبين النقابة. نعم. الحمد لله، يعطيهم العافية ويعطيك ألف عافية حضرتك سعادة المحامي. سعادة المحامي، الآن يعني من خلال خبرتك بدنا نحكي في الحياة العلمية والعملية، وحضرتك لك باع طويل في هذا المجال، بنحب نسمع منك كلمة للخريجين جدد في نفس المجال وأيضا لزملائك في نفس الخصائص، شو بتحب تحكي لهم، توجه لهم رسالة، تفضل. يعني عدد المحامين الجدد في مهنة المحاماة المفروض بتجاوز 15,000 واحد بين متدربين وبين محامين لهم سنة أو سنتين، 15,000 محامي دخلوا على المهنة. في جزء كبير دخل لأنه لم يجد أي وظيفة أخرى، يعني دخل بدون رغبة في المحاماة.
الآن يعني إذا لم تكن تعشق مهنة المحاماة، إذا لم يكن لديك إحساس حقيقي بأنه أنت جزء من منظومة العدالة، ما تتعب حالك في الحكومة، ما راح تنجح يعني. لذلك يعني أنا بنصح إنه المحامين يتم التركيز على المهنة، عدم الانشغال بأي مشاغل أخرى خارج المهنة حتى يصير في تركيز عنها. بده يعيش الجو القانوني، جو المحاماة، وبده يقرأ أعراف المحاماة وتقاليدها الراسخة، يقرأها جيدا ويلتزم فيها حتى تنتج محامي جيد. نعم نعم، بشكرك ساعة المحامي. ساعة المحامي، الآن بدي أحكي معك يعني بمحور تاني. هلأ مثل ما بيحكوا مرات الناس، يعني المحامي مرات بظلم الشخص اللي قباله بدون ما يعرف إنه هو كان ما حقول لا، مرات بيتم يعني سجنه شهر شهرين، ليه ما بيتم تعويضه؟ ما السبب؟ احنا في عندنا نقص في منظومه في العداله الجنائيه في الاردن، فيها نقص، فيها يعني فيها انحراف الى حد ما، يعني بدليل انه ممكن يتهم مواطن باتهام وتشوه سمعته وسمعه عائلته، بعد سنه او سنتين يتبين انه بريء يحكم ببراءته. طبعا اولا شوهت سمعته، ثانيا تم توقيفه في السجن. يعني متى ما توقف في السجن بغض النظر شهر ولا سنتين، ممكن يخسر عمله. اذا كان عمله في شركه خاصه او في الدوله بتوقف عمله، بتوقف راتبه مده التوقيف. يعني لما يطلع بريء عندهم مبدا انه شهيد العداله ليس لا يعتبر شهيد، قتيل العداله ليس شهيد. هذا مبدا يعني مبدا قديم وغير سوي اصلا. نعم. لذلك ما بيدفعوا اي تعويض في الدول الراقي. يعني اذا المدعي العام او المحكمه تم توقيف مواطن وتم الحكم ببراءته لاحقا، بياخذ تعويضات كبيره جدا، وتنشر البراءه ولازم ان يعلم بها الكافه، مثل ما عرف الناس كلهم انه هذا الزلم متهم لازم يعرفوا انه بريء ايضا. لازم تنشر قرارات البراءه في الصحف وفي كل وسائل الاعلام، تبيض سمعه المواطن، ولازم يدفعوا له تعويض عن هذا ليس معمولا به في الاردن. في حين ان اذا تم توقيف مواطن لمده تقل عن 3 شهور، يجوز للقاضي ان يستبدلها بغرامه، بدفعه 2.5 دينار عن كل يوم، يقول له روح. طب ما دام تاخذ منه 2.5 دينار عن كل يوم لما بدك تطلعه من السجن، طيب لما تكون حكمته بريء ادفع له ايضا بالمقابل تعويض عن السجن وتعويض عن تشويه سمعته. يعني كفايه زي ما حكيت تشويه سمعته، ايضا توقيفه عن العمل في تم تعديل القانون عده مرات، وطلبنا بذلك الحكومات كلها ومجالس النواب ترفض تعديل هذه الماده، لانها قد ستؤدي الى تعويضات كبيره على الخزينه. نعم. ما بدهم يدفعوا. نعم. وهذا شيء مؤسف جدا، انه هذا حق من حقوق الانسان. حقوق الانسان بالتاكيد. نعم. يعني شو ذنبه بفوت سجن ظلم وبطلع بك؟ صحيح. اكيد. بشكرك ساعة المحامي محمد. شكرا. ساعة المحامي محمد، الان نهايه اللقاء، يعني احنا سعدنا بلقائك. بنحب نحدد للساده المشاهدين موقع المكتب، ارقام الهاتف للتواصل، تفضل. لا يعني احنا ما بنقدرش نعلن انه يمنع علينا الاعلام في اعراف النقابه. يعني المحامي موجود، اللي بده محامي بيتصل بالنقابه، بعطوه تليفونه وبعطوه عنوانه. نعم. اما الاعلان عنها على الهواء ممنوع. نعم. نظام النقابه. نعم. قانون. نعم. النقابه. بشكرك ساعة المحامي، يعطيك الف عافيه يا رب. شكرا. وفي نهايه حلقتي هذا اليوم اتقدم بجزيل الشكر العرفان للمحامي والكاتب السياسي محمد الصبيحي، بشكرك، يعطيك الف عافيه. شكرا. سلام. اهلا فيك. Thank you.